بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله مشاهدين الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج ديوان إثراء اللي طلع عليكم من الأحد للخميس الساعة المباركة. اللي نتشرف بأي ملاحظة أو أي اقتراح حياكم الله. كل يوم عن يوم نتميز بأهمية القضية، ودائما ما نؤكد بأن رسائلنا إيجابية عبر هذه الشاشة. اليوم راح نتكلم عن آداب السؤال والجواب. في كثير منا يمكن يخون التعبير في عملية السؤال، وهنا اليوم شاء راح نتكلم عن نوع السؤال، ليس فقط الأسئلة العامة، ولكن هناك في أسئلة شرعية من يعني الخطأ أنك أنت تسألها، ولكن قد يكون لجهل منك حياك الله، ولكن في بعضهم يتعمقون في هذا السؤال كأنه تشكيك. فإحنا نقول اليوم راح نتكلم عن هذا الأمر، وخاصة على موضوع آداب السؤال والجواب. إذا خلوني رحب بضيوف الكرام. راح أبدأ مع الأخ سعد الخشمان، أستاذ ماجستير في الدراسات الإسلامية. حياك الله أستاذ سعد. وسعيد في الغاية دكتور سليمان دريع، المشرف العام على موسوعة محاسن الإسلام. حياك الله يا دكتور. يا أهلا وسهلا. دكتور عبد الله بغيث، إمام وخطيب وزارة الأوقاف. حياك الله يا دكتور. حياكم الله، ورحب بإخوان مشاهدينا وأخواتي المشاهدات. إذا مشاهدينا الكرام، خلونا ناخذ هذا الفاصل القصير، وبعدها إن شاء الله تنطلق حلقتنا، وموضوع حلقتنا آداب السؤال والجواب. والله لابد إن شوف في بداية الأمر، أنا إذا بطرح عليك سؤال لابد إن أنا أطرح لك السؤال بالصورة اللي أنت تقدر تتلقاها، وكذلك أنا إذا بجاوب لابد أن أنا أجاوبك بالطريقة اللي أنت تقتنع فيها. مش معقول أنك أنت تسألني سؤال مبهم وأنا أجاوبك في إجابة غير هذا السؤال، فلابد أن يكون في تواصل ويكون في فن في طرح السؤال وفن في الإجابة. والله آداب السؤال والجواب، ما كل يعني سؤال يطري على بالك يسأل، ومرات يكون الجواب مثلا يعني بعض الناس الآن يسأل سؤال ويبيني أجاوب مثلاً على مدى شخصيته هو أو شخصية اللي مسؤول عنه. طب أنا ما أعرف اللي تسأل عنه، ممكن أنا أعطي بناء على وجهة نظري على بيئة اللي عندي، ممكن الجواب اللي عندي ما يصلح اللي عندك. فدائماً أعرف الجواب متى أجاوب، والسؤال أعرف متى أسأل الشخص ومتى الوقت المناسب. التركيز بالسؤال وفهم المعلومة على السريع دائماً، وبعدين عاد تدلي بدلوك. شوف، من أهم آداب السؤال إن لازم الإنسان يعرف شنو السؤال اللي يكون مواجه له، هل سؤال اجتماعي، سؤال اقتصادي، سؤال رياضي، ولا يخلط الأمور، لأن إذا ما مو قادر يعرف شنو أساليب السؤال فراح أوردي راح يعطي جواب إحراج للناس. فأنا أقول إنه لازم يكون يحدد شنو قيمة السؤال اللي موجه له، يعني تكون سؤالك في محله، يكون سؤالك واضح، يكون سؤالك في مكانه، يعني يكون سؤالك تعرف وين تسأل، تعرف انك تسأل الشخص الصح، وتسأل الشخص اللي تاخذ منه النصيحة، تسأل الشخص اللي تقدر انك تثق فيه. يكون سؤال على وجهه، يعني مو تجي تسأل شيء عن شيء تافه، هذا يبينك انك تافه، لكن سألت عن شيء صحي هذا يدل انك صح. يعني سؤالك اللي انت بتسأل الرجال يدل على قيمتك، والجواب ان كانك تعرف جواب صحي ولا قل ما اعرف. مو ملم بالجواب، يعطي جواب صريح ومقنع. أنا عشان أوجه سؤال حق الشخص لازم يكون الشخص اللي مقابلي عنده إجابة مقنعة، سواء كان في جميع المراحل، سياسي، اقتصادي، ثقافي، اجتماعي، لازم يجاوب على السؤال اللي أنا عطيته، لأن إذا جاوب غلط راح يحرج نفسه ويحرج الناس اللي حواليه. الجواب لازم تكون عندك حكمة في جوابك، ما يكون جوابك عشوائي، ما يكون جوابك إنه يكون مثلا جواب خطأ، لازم تفكر قبل لا تجاوب، فهذا أهم شيء في الجواب. من جديد حياكم الله مشاهدين الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم، وعنوان حلقتنا آداب السؤال والجواب. دكتور عبد الله راح أبدأ معك. احنا دائما التقليد العادة التقليد نبدا مع اللي على يمين على يسار الشاشه وعلى يمين يا يعني. المره نبي نغير عاده، تغيير مطلوب. ساعه مباركه دكتور. كبدايه ودنا نعرف آداب السؤال والجواب. احنا نعلم ان هناك اسئله شرعيه، اسئله اجتماعيه مختلفه فيها انواع الاسئله، ولكن الآداب احنا محتاجين لسبب واحد، اننا بنوصل رساله. في بعض اسئله قد تكون غير لائقه وقد تكون فيها شك،
فلو نعطي مقدمة عن أهمية السؤال وآدابه في الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكر تلفزيون الكويت ممثل بقناة إثراء وهذا البرنامج رائع، برنامج ديوان إثراء، وأشكرك شخصيا دكتور سالم فريق الإعداد وفريق الإخراج على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لي للحديث بمثل هذا الموضوع الذي يهم يعني شريحة كبيرة من الناس، خصوصا الطلبة والطالبات ومن هم في بداية طلبهم للعلم بشكل عام وطلب العلم الشرعي بشكل خاص. وأنا سعيد بوجودي مع هذه الكوكبة من المشايخ والأساتذة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، مما لا شك فيه ولا ريب أن أي علم بشكل عام والعلم الشرعي بشكل خاص لا ينال إلا عن طريق السؤال والجواب. من أجل ذلك يعني كان ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية من خلال آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حريصة غاية الحرص على يعني توجيه المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة إلى أهمية وآداب السؤال والجواب. ولذلك لو نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن كثير من آيات الذكر الحكيم يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون. فالأسئلة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأسئلة كذلك موجودة في أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن المنهج القرآني والمنهج النبوي الذي هو أحد أساليب التربية وأحد أساليب التعليم هو أسلوب السؤال والجواب. فنجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا الأسلوب مع صحابته، مثل حديث أتدرون ما الغيبة، أتدرون من المفلس. فأسلوب السؤال والجواب من الأساليب المهمة في التعليم وفي التربية، ومن الأساليب التي تنمي عندك العلم الشرعي. كثير من طلبة العلم خصوصا في بداياتهم لطلب العلم، وهذا يعني شيء رأينا رأي العين يعني بداية طلبنا العلم، أن بعضهم ما يحسن صياغة السؤال مع الشيخ، ويعني وبعض المشايخ أو كثير من المشايخ قد يتضايق من طريقة هذا السؤال. مو كل المشايخ يعني عندهم من الحلم وعندهم من يعني الرأفة في تقبل طريقة هذا السؤال. ولذلك يعني عندما سئل الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بما نلت العلم، فقال بقلب عقول ولسان سؤل. فالسؤال هذا لابد أن يكون بأدب، ولابد أن يكون يعني بذوق حتى تتمكن من معرفة العلم وكذلك وصول العلم إليك. فلا شك أن السؤال مهم، لأن هذا السؤال وهذا الجواب هو بداية العلم. نعم. وهو بداية بلوغك مراتب العلم. شكر لك دكتور على هذه المقدمة. أيضا الآن راح أبدأ معك أبو هديل، حياك الله وأنا سعيد في هذا اللقاء. لو نبي نأخذ أيضا مقدمة أخرى عن أهمية السؤال والجواب. أرحب بإخواني الحضور وأيضا السادة المشاهدين، وهذا الموضوع مهم للأمانة. هو الدكتور عبد الله تكلم عن جانب كبير ومهم في قضية السؤال، وهو علاقة السؤال بالعلم، كون أن العلوم أو العلم خزائن ومفاتيح مغلقة، وهذه الخزائن المغلقة مفتاحها السؤال. أيضا في جوانب أخرى يلفت الإسلام النظر إليها، كون الإنسان في علاقات الاجتماعية لا يكثر السؤال عما ليس من أموره التي تعنيه. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس يحب يسأل ليش صار كذي، وين رحت، وش سويت، وش حطيت، وشنو جبت. هذا التفتيش في أحوال الناس وسؤالهم بكثرة لا ينم عن ذوق اجتماعي. هذا أحد الجوانب المهمة اللي يمكن الناس اليوم تحتاج تتعلمها. احنا أعتقد قواعد الذوق الاجتماعي في تعاملاتنا الإسلام تكلم عنها وأعطاها اهتماما عظيما، ولذلك نبهنا عن عدم الدخول في مثل هذه القضايا، خصوصا عندما لا يكون الإنسان راغبا في الكلام عنها أو الحديث حولها. أيضا السؤال في ارتباطه بالعلم هو حالة من حالات يعني تنشيط العقل، الدفع الإنسان للتساؤل والبحث والنظر. هذه قضية تكلم عنها حتى القرآن، تجد القرآن يدفع الناس دائما للنظر في الكون والبحث فيه
التساؤل عن هذه السماوات ومن ركبها. هذا التساؤل يغذي العقل لأنه يبحث أو يدفع الإنسان للبحث والتحري واستنتاج المعلومات. أيضا قضية سؤال أهل الذكر، هذا شكرا، هذا أيضا جانب مهم يلفت نظرنا الإسلام إليه، وهو قضية أن يسأل الإنسان عن الأشياء التي يجهلها، ومو بس هذا بعد، يسأل أهل الاختصاص، ما تروح تسأل أي أحد، صح، تروح لأي أحد تسأل عن أي موضوع. لذلك يقول سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هنا كما يقول كثير من الشراح والمفسرين يقولون أن أهل الذكر كل فن، أهل كل فن، ليس المقصود فيه فقط يعني علوم الشريعة. إذا كان عندك سؤال شرعي تسأل أهل الشرع، إذا كان عندك سؤال طبي تسأل أطباء، إذا كان عندك سؤال يتعلق بالجوانب الهندسية وما يرتبط في البناء وكذا تسأل أهل الهندسة وما يرتبط بهذه القضية. فالكلام كثير ويطول، يمكن إن شاء الله في ثنايا الحلقة نكشف. دكتور سليمان شكرا لك أبو هديل على هذه المقدمة. دكتور سليمان راح أخذ جزء من كلام أبو هديل أستاذ سعد، أن المختصين هم أهل بأنك تسألهم ويجاوبون عليك. احنا نعلم ان العلوم مختلفه ما بين العلوم الشرعيه والعلوم الاقتصاديه والعلوم الطبيه. نشوف في بعض الدواوين اسئلتهم متنوعه عن الشرع والشريعه، لكن لما يوصل الموضوع عند الطب فتلقاك يقولك لا الدكاتره هم مختصين في هذا. فليش وصلنا لهذا الحد؟ يعني انت لو تلاحظ ان الدواوين يسولفون، صح نعم، يسولفون عن الشريعه ويسولفون باسئله يعني حيل دقيق ويفتون بعد يفتون حتى لكن ما في احد يعني. ان من المختصين موجود فتلقاهم يتناحرون على الاجابه في حين انه مو مختص في هذا الامر. صحيح، وهذا خطا. كفى بالمرء اثمن ان يتحدث بكل ما سمع. نعم. كل معلومه يفتي فيها، مع ان في بعض الامور ما يفتي فيها كبار العلماء، لكن تطرحها بالديوانيه كل من هب ودب قام يفتي فيها، وهذا الصراحة شيء مضحك. حتى مرة واحد سأل أسئلة فجاوب عليه، قال هذه الأسئلة سألوها ابن باز وما قال الله أعلم. حتى الإمام مالك جاء واحد من أهل المغرب فسأل 40 سؤال جاوب بس على 4 أسئلة، قال أنت الإمام مالك يتكلمون عليك وإمام دار الهجرة بس 4 أسئلة؟ قال لا، أصعد على أعلى منارة وقول سألت الإمام مالك 40 سؤال وما جاوب إلا على 4. فهذا الرجل حمى دينه أنه ما يتكلم، يقول حتى يقول العلماء من تكلم في كل شيء أفتى في كل شيء فهذا مجنون. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء انقسمت، بعض الأسئلة ما لها جواب، بعض الأسئلة جوابها صعب، قال حتى أسأل جبريل، بعض الأسئلة أخذ النبي يفكر فيها يفكر في الجواب، سؤال صعب. حتى النبي أعجب بالسائل، قال أين السائل؟ فشكر له النبي هذا الموقف أن السائل هذا السؤال الغريب. شنو السؤال؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا أخشى علي، أخشى عليكم الدنيا أن تخرج لكم من بركات الأرض ثم يأتيكم خير ثم يأتي من بعد الخير شر. فسأل الصحابي قال يا رسول الله كيف يأتي الخير بالشر؟ شيء خير شلون يأتي بالشر؟ فجلس النبي وأخذ يفكر ودك العرق وفك، سؤال صعب صدق شلون خير يأتي بالشر. حتى ظن الصحابة أن النبي نزل عليه الوحي يوحى إليه، لكن مو هذا الصحيح. صحيح أنه قاعد يفكر بإجابة ومثل يضربه علشان يقرب لهم هذه الصورة، فلقال مثل مناسب، قال إن مثل الربيع لما ينزل وتصير عشب تأكل الدواب منه، بعض الدواب على كثر ما تأكل ما يضرها، يعني يمشي بطنها وتجتر وما يصيبها أذى، وبعضها تأكل وتأكل مثل هذا بعض الأشياء مثل الشعير وكذا فتموت تضخم وتموت. فضرب لهم مثل، هذا صحيح إنه خير لكن هذا ضره ومات، وهذا مرض وهذا ما ضره، مشى بطنه واجتر وانتهت المشكلة. فجاوب الجواب الحكيم. كذلك كان يسأل عن أسئلة ما يعرفها، جاء رجل فقال يا رسول الله ما أحب الأماكن إلى الله وما أبغض الأماكن إلى الله، قال لا أعلم حتى يأتيني حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فأجابه، قال أحب الأماكن إلى الله المساجد وأبغض الأماكن إلى الله الأسواق. سبحان الله، سبحان الله. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينتظر الإجابة، ينتظر الإجابة ولا نعلم. شيء عجيب صراحة. في ناس زين دكتور في وقتنا الحالي يعني أنا أشوف أن للأسف في ظاهرة
ان المختص في الشريعه لما يسالون سؤال وما يجاوب فيقولون ان هذا انسان ضعيف. اي هو احنا شهادته مضروبه. اي والله صح. اي والله يشككون في علمه اصلا. احنا عندنا مشكلة. العلم انه هو المفروض انه حمى نفسه من الاجابه. صح. انا اشوف في ظاهره منتشره وكل يوم قاعد تزيد اللي ظاهرة أبو العريف يعني. هذا الشخصية موجودة بكل ديوانية على وزن أبو العريف موجود بكل ديوانية وموجود في كل مجلس تجد شخص يعرف القانون والطب والهندسة والشريعة والرياضة والتاريخ ويعني ويستطيع الإجابة على كل شيء. أنا أعتقد يعني يمكن هذه الأشياء سبحان الله حتى في تراثنا الإسلامي جاء الكلام عنها يعني وأن الإنسان ينبغي أن لا يتجاسر بالإجابة عن الأشياء لأنه ممكن يكشف جهلك احيانا باجابتك على كل شيء واحيانا يكون عندك قصور. احنا نعاني اليوم في الحقيقه من عدم احترام اهل الاختصاص مو بس في الشريعه دكتور سالم واخواني اعتقد في كل مجالات. يعني انا مره كنت في ديوانيه وكان في احد الاطباء موجود وكانوا يتكلمون عن اشياء في الطب اعتقد احد الفيروسات او كذا. الجماعه يعني سووا ندوه طبيه والدكتور ساكت ما تكلم ما اخذ حتى مجال ان يرد. قلت يا جماعه اخونا طبيب ويعرف يعني. ف هذه الإشكالية موجودة من يعني أعتقد في نوازع نفسية مسؤولة عنها. ممكن الشخص يريد أن يستعرض معلوماته. ممكن اليوم وجود جوجل ومحركات البحث اللي سهلت الوصول للمعلومة جعلت الإنسان يعتقد أن بإمكانه أن يجاوب عن بعض الأشياء التخصصية يعني. وهذا شيء مو صحيح يعني. حتى أنت لما تفتح مثل هذه المواقع يمكن تكون هذه المعلومات قديمة يمكن تكون معلومات محتاجة إلى مراجعة أو أشياء تخصصية ما تنطبق على كل حالات. فكان من آداب السلف أنهم يعني دائما ما يظنون بالإجابة عن الأشياء التي لا يعرفونها. الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد أئمة المسلمين كان يجاوب الجواب وآخر شيء يقول إن ظنوا إلا ظنا ولا وما يعني نحن مستيقنين. وما نحن بمستيقنين ولا هذا اللي نعتقد أنه الصواب أو نعتقد أنه صحيح. فكان لا يتجاسرون ويعني يعتقدون بالجزم بالإجابة. أنا أعتقد في موقف في السلف أحد العلماء كان جالس يمكن هذا الشخص يمكن راح يتعرض لمثل هذا الموقف. الشخص أبو العريف هذا اللي يعرف كل شيء كان أحد العلماء أعتقد مقاتل ابن سليمان ومن علماء التفسير. كان جالس مرة ويعني لعل يعني أصابته حالة الزهو بالعلم سبحان الله. أحيانا الإنسان لما تكثر معلوماته يعتقد أنه يستطيع الإجابة على كل شيء. فقال حق تلاميذه سألوني عما تحت العرش. لا حول ولا قوة. سألوني عن كل شيء موجود في العالم أنا أستطيع لأنه كان عالم بالتاريخ وفي اللغة وفي التفسير وفي في الحديث وفي الفقه. فاعتقد أنه يستطيع. فسأل أحد التلاميذ سؤال قال له ما اسم النملة التي كلمت سليمان. يعني فكشف هذا الشخص لا شك كما ذكر الدكتور سليمان سيصل في يوم إلى الإجابة عن شيء يكشف قصور عقله أو يتجاسر إلى أن يجاوب على شيء يمكن مو صحيح ويكشف بعد ذلك. ذكرتني عندي على هذا الموضوع. نعم. لك الإجابة. نعم. نبي الله موسى. نعم. وقصته مع الخضر. أي والله يعني هذا دلالة أن الله سبحانه وتعالى يعني عطى إشارة لموسى ترى أنت ما تمتلك كل العلوم. نعم. في غيرك من صحيح. هو أعلم منك. لو نتكلم عن هذا دكتور. نعم. طبعًا أنا قبل أتكلم عن قصة سيدنا موسى مع الخضر طبعًا الدكتور سليمان ذكرني بمقولة اللي هي من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. يعني اللي يتكلم غير تخصصه أو غير العلم اللي هو يجيده راح يأتي بعجائب يعني ما لها مثيل. هذا الأمر الأول. والأستاذ سعد ذكرني الحين مثلا بعض العلوم أو بعض الفتاوى منتشرة في محركات جوجل وهذا. يعني بعض الناس لو تقوله مثلا اسأل أهل العلم أو أهل الاختصاص أو مثلا المشايخ يقولك إيش حق أسألهم كل شيء موجود بجوجل. ما يخالف حتى لو كل شيء موجود جوجل بس انت هل تفهم المكتوب في جوجل؟ يعني بعضهم شنو يعني تسأل يعني يريد ان يبحث عن إجابة سؤال معين ويجد الإجابة بجوجل ويستدل بحديث. إذن هالحديث هذا هل هو صحيح؟ هل هو ضعيف؟ هل هو مكذوب؟ يعني موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم ممكن يجاوبك جواب. وانا صار لي موقف اذكر بالحج يعني في ايام الحج طبعا اغلب الحجاج والعوام للاسف الشديد بالحج يفتي. زين في مشايخ وفي هيئه شرعيه وفي طلبه علم لها هيئة. يعني ارجع اليهم لا كل واحد يفتي ويطلع بجوجل ها شوفوا هالفتوى تقول كذي والفتوى تقول كذي ويطلع كلامه كله غلط هو فهمه ليه هالفتوى هذه غلط. فهذه يعني نصيحه انصح بها اخوان المشاهدين واخواتي المشاهدات ان لابد ان نرجع الى اهل الاختصاص. حتى لو انا اقدر اطلع
يعني من خلال محركات جوجل انه مو شرط اني انا راح افهم هالسؤال، فهم هذه الاجابه يرجع بها الى اهل الاختصاص. وبالنسبه لسؤالك اللي هو قصه، طبعا هي مذكوره في سوره الكهف، قصه سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، ان بدايتها ان سيدنا موسى يعني قال من اعلم مني عند اهل الارض، فالله سبحانه وتعالى جعله يذهب ويطلب العلم عند الخضر حتى يعلمه أن هناك من هو أفضل منه، على أنه هو نبي الأنبياء، نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، وهو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، وهو كليم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الخضر أقل من علم، وهو من عباد الله الصحيح كما هو الراجح من كلام أهل العلم، ومع ذلك كان هو أعلم منه ببعض الأمور اللي ذكرت في سورة الكهف. فعاتبه الله الحديث، فعاتبه الله. نعم. لأنه ما أوكل العلم إلى الله. نعم. قالوا من أعلم الناس؟ قال أنا. ما أوكل العلم إلى الله، ما قال الله أعلم، فقال الله عز وجل بل هناك رجل هو أعلم منك. ممتاز. وسليمان العكس، لما جاءه الهدهد وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قبل منها وكذا. فما في أحد يكون واصل إلى درجة يا الله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم. طبعا تذكرت بعد بالنسبة لقصة سيدنا موسى مع الخضر، في نهاية القصة جلس سيدنا موسى مع الخضر أمام البحر، وأتى الطائر ونقر نقرة من يعني أخذ قطرة من البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك أمام علم الله إلا مثل هذه القطرة أمام هذا البحر الكبير. وهذا الطبيعي ترى، دائما الإنسان دكتور سالم أخواني أعتقد أن دائما الإنسان كل ما يكثر المعادلة الصحيحة بالعلم والمعرفة، أن الإنسان كل ما يكثر علمه كل ما يستشعر قلة حيلته وقلة يعني كما يقول الشافعي كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وأراني ازددت علما زادني علما بجهلي. ومثل ما يقول الإمام الرازي يقول العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. يعني إحنا علمنا ومعرفتنا في جنب علم الله ولا شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في شيء سبحان الله في تراثنا الإسلامي، كتب السؤالات أو حتى موجود كتب سؤالات العلماء لبعضهم البعض، كما في سؤالات ابن الأزرق لابن عباس مثلا، أو سؤالات أعتقد الدارقطني لأبو داود أظن في علم الحديث. فكان يكثر عند أهل العلم أن يكتبوا لبعضهم البعض ويستفتون. من العجائب والغرائب اللي قرأتها أن في كتب الفتوى دائما ما يتكلمون عن الشخص اللي يفتي فتوى ما يكون عالم ويفتي فتوى، هذه رسالة شديدة اللهجة احنا نوجهها لكل شخص يفتي بغير علم أو يتجاسر مثل ما ذكر الدكتور عبد الله عن الإفتاء في دين الله سبحانه وتعالى، أن كل شخص يفتي فتوى وهو قاصر العلم والمعرفة فيحصل الضرر على شخص عمل بهذه الفتوى أنه يؤدب عند أهل العلم، والتأديب قد يدخل في باب يعني التعازير حتى، يقدرها القاضي بإيقاع عقوبة مالية غرامة مثلا أو بأن يسجن أو يعرض نفسه لشيء من هذه العقوبات، لأن الإفتاء بدين الله والاجتراء عليه هذه قضية خطيرة، ويعني الإسلام تكلم عنها وحديث كثيرة جاءت تحذر من بعضها، تشبه ذلك بالكذب على رسول الله، وبعضها يعني يرتبط بمجال الفتوى نفسه كأن يكون في شيء مالي أو يكون في شيء يعني قد يفوت بعض المصالح. الآن راح أطلع فاصل دكتور، بعد الفاصل إن شاء الله راح سؤال أو محور يتكلم عن متى يستحب السؤال. احنا تكلمنا عن ضرر الأسئلة وشون الإنسان يكون مختص في هذا الأمر، ولكن الآن راح نتكلم متى يكون السؤال محبوب بعد الفاصل بإذن الله. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعدها نكمل. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، عنوان الحلقة تكلم فيه عن آداب السؤال والجواب. دكتور أنا آسف قطعت حديثك فاصل، والمخرج ما نقدر نقول لا لما يقول فاصل فاصل خلاص. والله صباح دائم قاطعنا ما نقدر نقول شيء يعني. سامحوني وحقكم علي. لا بالعكس. دكتور قلنا إحنا إن في أسئلة مستحبة ويفضل إن الإنسان يعني يسألها من باب المعرفة والتعلم. أنت قلت لا في عندي ملاحظة ودي أقولها أستكمل على الموضوع اللي ذكره أخوي دكتور أستاذ سعد. صحيح أن الإنسان على طاري أن الإنسان لا يغتر بعلمه ويتكلم في كل شيء،
الإمام أبو حنيفة كان عنده تلميذ نجيب ومجتهد وشاطر، فأصيب بمرض وطاح مريض حتى أوشك على الهلاك، فزار أبو حنيفة، ولما زاره وطلع منه ظنوا أنه موات يعني، فقال الإمام أبو حنيفة: حسافة، كنت أظن أن له راح يكون له مستقبل باهر. فبلغت هذه الكلمة، قالوا حق الشاب المريض، لما قالوا له شافاه الله عز وجل ورد وصار صاحي، فراح وفتح له حلقة ثانية وترك الدراسة عند أبو حنيفة. فلما فعل هذا الشيء وصل الخبر أبو حنيفة، فأراد أن يبين له أنك ترى للحين أنت ما وصلت لهذه الدرجة، فأرسل واحد قال له اسأله سؤال، بس سؤال واحد يبين يكشف حقيقة هذا الإنسان. قال: قول له لو أن واحد أعطى ملابسه للصباغ ثوبه، أي، وبعد الصباغ بعدين هذا أخذ هذه الملابس، وبعد السنة الصباغ هذا تحسف أن باق سرق هذه الملابس وقال له ما أعطيتني وكذي، وأراد يردها. شلون يردها؟ إن قال لك يردها في ويعطيه هذا قول له غلط، وإن قال لك كذا قول له غلط. نعم. في كل الحالتين، إن الإجابة في كل الحالتين هي خاطئة. أي ممكن يكون فيها تفصيل إذا كان قصده كذي أو كان كذي. فقال له سأله سؤال، قال له شنو حكمه إذا رد أخذ السرق وكذا وبعدين رد، هل يعطيه المبلغ مقابل الاستعمال هذا الثوب سنة؟ فقال له إي يعطيه. قال له غلط. قال له ما يعطيه. قال هم غلط. فقال هذا السؤال مو منك، مستحيل واحد يسأل السؤال هذا. من قال؟ من أبو حنيفة، من أبي حنيفة. فقال له إذا كان ماخذه بقصد استعماله فيرد بأجرة، وإذا كان ماخذه بقصد لا مو باستعماله أو حط كذا فهذا ما في أجرة. اللي بقصد السرقة يعني؟ إيه، إذا كان ماخذه بقصد أنه بيستعمله وبيرده. طيب. فيكون عليه مثل من اللي استأجره. وإذا كان لا مو قصد السرقة. نعم. ولا قصد استعمال، كان يبي يبيعه بعدين هون. أيوة. أنب ضميره. أي. فما يكون عليه أجر لأنه ما استعمل بس حطه عنده. فرجع هذا الطالب عند الإمام أبو حنيفة وترك هذا الشيء. شيء أيضا موقف ثاني حصل مع الإمام أحمد بن حنبل، قام رجل في حديث ما في أحد يعرف إلا له طريق واحد، فقام هذا قال أنا أعرفه من 16 طريق، حدثنا أحمد بن حنبل حد كذا كذا. فقال أحمد بن حنبل إن كان صادق فما في أحد مثله، وإن كان كاذب فما في أحد مثله بالكذب يعني. فطلع هذا الرجل كاذب يعني. فقال الإمام أحمد قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكذا. فقال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، شلون تقول حدثناك وإحنا ما حدثناك. فقال هل تظنون قال تظنون ما في الدنيا كلها إلا أنتم بس اسم أحمد بن حنبل؟ فهذولا في فعل لا مشكلة هذا. فعلا هذا يدلنا على الإنسان مهما بلغ من العلم صح إنه يتواضع وإنه ما يشوف نفسه شيء. نعم. ويسأل الله المزيد مثل ما قال الله وقل ربي زدني علما. نعم. دكتور الآن السؤال أيضا راح المحور راح نتكلمنا فيه. نعم. وهو الأسئلة المستحبة. نعم. فلو نتكلم عن أهمية الأسئلة المستحبة، متى أنا يكون سؤالي مستحب؟ نعم. طبعا لا شك أن الأسئلة المستحبة التي توصلك إلى العلم الشرعي، لأن يعني كثير من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حثونا على السؤال، وأن من أساليب التعليم هو سؤال، هو طريقة السؤال والجواب. فالأسئلة المستحبة هي الأسئلة التي توصلك إلى العلم الشرعي، الأسئلة التي توصلك إلى معرفة معاني آيات كتاب الله، الأسئلة التي توصلك إلى معرفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسئلة التي توصلك إلى معرفة الأحكام الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بعبادات، فكيف نعرف هذه العبادات؟ كيف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة والوضوء والزكاة والحج وهذا؟ كيف نعرف هذه الأشياء، هذه العبادات؟ من خلال الأسئلة. فكيف نعرف كيفية الصلاة؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، مقادير الزكاة، كيفية الصوم، ما يعني طريقة حج بيت الله الحرم من أن نخرج من بلادنا إلى أن نرجع إلى بلادنا. حتى كيف دكتور عبد الله؟ نعم. بحس أنا أنك قاطعكم. لا تفضل. إن أحيانا الأسئلة تكون ضرورية لاختبار الشخص اللي أمامك. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يولي معاذ بن جبل على القاضي في اليمن اختبره، قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. نعم. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟
لا بالقرآن تلقى الحكم ولا بالسنة. قال اجتهد رأيي. فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يعجب ببعض الأسئلة يسألها الصحابة علشان يشوف يقيس ذكائهم. لما قال نخلة مثلها مثل المؤمن كذا، وهي شجرة قال مثلها مثل المؤمن، فأراد يختبر الصحابة يقولهم، فعرفها عبد الله بن عمر. كذلك كان يسأل يقول ما أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. ما أعظم سورة في كتاب الله، يختبر الصحابة قال كذا. هل تعلمون ما كذا، يسألهم. حتى علم التربية الحديث الآن يقولون خطأ من المدرس أنه قاعد يلقي محاضرة للطلبة، لازم أنك تسألهم حتى يعرف مدى يعني استيعابهم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثت معه حادثة أن يعني رأى جارية من الجواري أو أمة من الإماء، فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لي سيدها؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. مجرد ما جاوبت على سؤالين، أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنا رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. طبعا هناك أسئلة دكتور سالم، وأكيد الأخوان يعني عارفين، يعني يحرم يعني الأسئلة. أو هناك أسئلة يحرم الخوض فيها. من هذه الأسئلة السؤال عن الغيبيات. نعم. يعني مثل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كذلك الخوض في صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك حادثة يعني الكل يعني أغلب طلبة العلم إذا ما كانوا كلهم يعرفونها، حادثة حدثت للإمام مالك رحمه الله. أتى لرجل فقال له يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ وهذه إجابة حصيفة من إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، في خمس مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن كيفية استواء جل وعلا مجهولة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان بأن الاستواء عند الله سبحانه وتعالى واجب، هذا من الإيمان الواجب. والسؤال عنه بدعة، لأن هذه من الأسئلة المحرمة، ما يجوز نخوض في صفات الله سبحانه وتعالى. إحنا نعلم يعني نؤمن بها، ولكن ما نخوض في جنب الله سبحانه وتعالى. فهناك أسئلة الغيبيات، أو مثلا هناك أسئلة قد توردك المهالك، مثل يعني قصة بقرة بني إسرائيل. نعم. يعني لما الله سبحانه وتعالى قال لموسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم. لو تذبحون أي بقرة يتحقق المقصود، ولكن ماذا فعلوا؟ ما لونها، ما شكلها، ما حجمها، شددوا فشدد الله عليها. والغريب أنه في نهاية هذا التشديد. نعم. قال الدكتور انك جئت بالحق. نعم. يعني هم كانوا يعلمون. طبعا في نهايه القصه ان وجدوا هذه البقر نفس الصفات هذه عند رجل يهودي، وشروها منه باغلى الاثمان ثم ذبحوها. بس انا عندي مداخله على دكتور كرام. دكتور عبد الله كلامه طيب كالعاده يعني، لكن في بعض الاسئله، خلينا نقول الاسئله المحرمه او الاسئله اللي ما يجوز الانسان يسالها. يمكن احنا اليوم في واقع يفتح الأفق بالحرية للسؤال وكذا، في مبحث مهم أو جانب مهم هو جانب الأشخاص المتشككين. نعم. بعض الأشخاص من المنتسبين للإسلام، من بعض عيالنا وشبابنا أو حتى الكبار اللي يكون عندهم إشكاليات في فهم الإسلام أو في بعض القضايا العقدية، أو فيأتي عنده بعض التساؤلات عن مثلا أشياء، ليش الله عز وجل مثلا فعل كذا وكذا في كذا، أو لماذا الإسلام يحرم كذا. مثل هذه الأسئلة احنا ابتداء كمؤمنين هذا طبيعي، يعني انت تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا الايمان يكون قاعده تبنى عليها كل هذه المسائل، انك تؤمن بهذا الامر ويعني تعمله وانت لا يعني تشتكي من سوء فهم له او كذا، لانك تؤمن بالله في النهايه. لكن اليوم بسبب العالم واصبح قريه صغيره وضعف ايمان البعض وجهل البعض وقصور البعض في التعلم، صار في اسئله وجوديه عن العقيدة الإسلامية وما يرتبط فيها، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الذات الإلهية. فمثل هؤلاء المتشككين احنا نقول لهم اذهب بأسئلتك هذه إلى أحد الأشخاص المختصين. لكن في نفس الوقت أنا أحب أفتح قوس على قضية في غاية الأهمية، وهي أن يكون هذه الاستشكالات يعني يسأل الإنسان فيها وهو في نيته التعلم،
وهو في نيته البناء ليس على جهة العناد كما فعل بني إسرائيل في سؤالاتهم الكثيرة عن البقرة، ليس في نيته مثلا تعمد إظهار الإسلام أو التشكيك فيه ونشر مثل هذه التشكيكات، بل يكون الدافع لهذا السؤال هو الإيمان والعمل. وهذه قضية خطيرة اليوم، بعض الناس يسأل أسئلة كثيرة لكن يعني ما يقصد فيها يعني إلا مثلا محاولة التشغيب أو محاولة كشف بعض الجوانب الغير مستحبة أو الإرجاف في عالم الناس وفتح بعض التساؤلات اللي يمكن الناس اليوم ما تكتشفها. يعني أنا أعطيك أحد الأسئلة اللي ثارت في أحد البلدان الإسلامية وكانت تتكلم عن المرأة وما المرأة وحقوق المرأة وكذا، وهذا اليوم يمكن كلنا نشوف النسوية وما يحدث فيها. فكان واحد من هؤلاء الكتاب الكبار كان يتكلم عن قضايا المرأة ويكشف، يحاول أن يكشف للناس كما هو يزعم تقصير الإسلام في التعامل مع المرأة، وكان يتكلم يقول ليش الإسلام يعطي المرأة النصف في قضية الورث مثلا، لماذا يجعل الإسلام دية المرأة نصف دية الرجل، لماذا الإسلام يمنع المرأة من كذا وكذا. هذه يعني أسئلة لها أحكام شرعية ويتم الجواب عليه، لكن هو كان يطرحها بقضية بطريقة التشكيك والطعن في الإسلام. فرد عليه أحد العلماء الكبار من أهل المغرب بكلمة جميلة جدا، قال أنا يعني في النهاية هذا السؤال سيتم الإجابة عليه إن كنت تؤمن أصلا بهذا الدين. يعني إذا أنت تؤمن بهذا الدين وأتيتك أنا بهذه الأجوبة من كلام الله سبحانه وتعالى ومن نصوص السنة النبوية فأنت بطبيعة الحال، لكن السؤال هل أنت تؤمن حتى نجاوبك أو ما تؤمن. فمثل هؤلاء الأشخاص نقول خذ أسئلتك لأحد الأشخاص المختصين في قضايا الإلحاد وما ارتبط فيها واسأل وتنور. وقضية يعني والشيء بالشيء يذكر، قضية السؤال وأن يبنى عليه عمل، هذا أدب من الآداب السؤال، أنك تسأل لتتعلم لتبني عليه عمل. لذلك كان في فقهنا الإسلامي عندنا مدرستين، يمكن كما يعرف الإخوان دكتور عبد الله ودكتور سليمان، أن في فقه الافتراض وفي فقه المسائل الواقعية. يعني كان الإمام مالك مثلا لا يجيب إلا عن أسئلة قد حدثت بالفعل، يعني أسئلة تم وقوعها ويسأل الشخص عنها، بينما الإمام أبو حنيفة مثلا كان يسأل بأسئلة افتراضية يعني ويجاوب عليها. وكل هذه طرق للتفكير ساهمت، يعني ما من الأسئلة اللي كانوا يسألونها لو أن رجلا صلى العصر في مثلا مصر، هذه الأسئلة موجودة في كتب الفتوى، رجل كان يصلي العصر في مصر مثلا ثم طار إلى المغرب، احنا ما ندري شلون طار، قبل ما كان في طيران ولا قبل 1000 سنة أو 700 سنة، ثم طار إلى المغرب وأدرك العصر مرة أخرى، هل يصليها ولا صلاها بالقاهرة. فكانت في أسئلة من هذا النوع وهي كلها تعكس طرائق التفكير للأمانة احنا استفدنا منها، اللي هو تقصد فيها فتح المدارك الأسئلة ولكن في الحدود معينة، أو الأرائكيين يسمونه، بينما الإمام مالك فرضية كان يحرص على الإجابة عن أسئلة قد وقعت بالفعل. وهذه طرق تفكير، لكن الشاهد أن الإنسان يسأل ليعمل أكثر من أن يسأل للعبث. دكتور أنا ودي أتكلم على الأسئلة الخاصة بالأطفال. السوشيال ميديا الأمانة قاعد نلاحظ أنه يغذي بعض الأطفال في الأسئلة اللي نوعا ما تشكيكية، فنتفاجأ أن بعض أسئلة للأطفال فعلا كأنه يعني من وين اكتسبت هذه الأسئلة، نكتشف أنه ما أخذها من السوشيال ميديا. فشون نقدر نواجه أسئلة الأطفال خاصة في موضوع الخلق في موضوع السنة النبوية والشريعة بشكل عام؟ بهذه القصة اللي حدثت مع الإمام أحمد لما عذب وسجن في فتنة خلق القرآن، نعم صحيح، هل القرآن كلام الله ولا مخلوق؟ فجاءه رجل من بسطاء الناس اللي يعني زراع أو فلاح أو شيء، رجل بسيط ما عنده علم ولا بالأمور هذه، فقال حق الإمام أحمد قال له ما هذه الفتنة اللي حصلت، شنو قلت وشنو قال وشو كذا. فقال يا هذا هل تحفظ دعاء دخول المسجد؟ قال لا، قال اذهب فتعلمه فهو خير لك. فهذول الأولاد ما نفتح لهم آفاق الأبواب الكبيرة حتى لا يفتنون فيها. حتى أحد العلماء قام يخوض في مسائل العقيدة ويتكلم فيها وغير عقيدته مرة كذي مرة كذي، آخر شيء وهو على فراش الموت قالوا له أنت الحين شنو عقيدتك؟ قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، اللي يعرفون أن الله فوق ويخافونه، وهذا هو. وهذا تقريبا اللي قاله بن عثيمين، يقول والله ما أشئنا ما أردنا أن نتكلم في ذات الله بهذه الطريقة بالعقيدة أن الله يد وأن الله وجه، لكن لما اضطرونا وقاموا يتكلمون ينفون أن الله وجه وينفون لكذا، اضطرينا أن ننازلهم ونتكلم في هذا الأمر. وإلا فالأصل في المؤمن كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم،
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هذا الأصل، مو أنك تتكلم عن الله وتفصل كأنك تصف لك شخص، فهذا الغلط. الأصل أن الإنسان ما يخوض في مثل هذه الأمور. نعم طبعاً. مثال ذلك، لا في قضية مهمة وخطيرة جدا، وهي قضية السؤال عن الله. السؤال عن الله. جاء رجل فقال يا رسول الله إنا يعني عندنا شيء في بالنا نستعظم أن نقول نسألك عنه عن الله. قال أوجدتم ذلك؟ قال نعم. قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. شلون يعني صريح الإيمان؟ مو المقصود أن وسوسة الشيطان صريح الإيمان، لكن لأنكم استعظمتم أن تتكلمون في ذات الله. قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق كذا؟ تقول الله. من خلق كذا؟ الله. طيب من خلق الله؟ فهنا يتوقف الإنسان وقاعد يستعظم هذا الشيء أنه يسأل مثل هذا السؤال. فاللي يجد في نفسه أن نفسه كرهت هذا الشيء واستنفرته، مثل ما قال الصحابة إن يا رسول الله نستعظم شيء نسألك عنه. قال وجدتم هذا؟ قالوا نعم. قال هذا صريح الإيمان، أن الإنسان ينفر من هذا الشيء ويستنكر، لأن عقولنا ما وصلت إلى هذا الشيء. مثل يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا تشغل نفسك في مثل هذه الأمور. مثل حينما تسأل رجل راعي بادية أو فلاح، تقول شلون الطيارة تطير؟ ما يستوعب عقله محركات وتطير كذا وشلون انصنعت. فأنت قاعد تعطيه أسئلة فوق طاقته، فمن هذا الباب المنان. زين أنا على هذا الأمر اللي هو فوق طاقة الأمامي، أنه لابد أن يتعامل معه كيعني عقلية متوسطة. يهمني الآن الشخص القائد أو المسؤول أو الإمام أو أيا كان، أن لغة الخطابة ما تلازم تكون أن اللغة تتواكب مع الطرف الآخر. بس في نقطة مهمة بضيفة عشان نتم الموضوع. يعني لما سئل أظن أبو حنيفة أو شخص، قالوا له تناظر ملحد، نريدك تناظر ملحد اليوم الفلاني الساعة 4 مثلا. فقال ما يخالف. فتأخر عليهم، فلما جاء قالوا له شيك تأخر؟ تأخر الإمام طبعا. إيه. قال ما لقيت سفينة تعبرني النهر، تعبرني النهر. فقعدت تنتظر، وإذا شجرة سقطت وصارت مركب وشراعية، فسارت فيني بهذا حتى وصلكم، وصلت لكم. نعم. فضحك هذا الملحد، قال أنتوا جايبيني واحد مجنون أناقشه؟ شلون شجرة تقع وشلون تصير سفينة وشلون تمشي في هذه الصعوبات وشلون تصل؟ قال سبحان الله، تستغرب من شجرة سفينة كيف سارت وكيف صنعت، وما تستغرب من هذا الكون منو اللي خلقه وكيف يسير؟ ترى هذه نفس السالفة حصلت حق نيوتن. نعم. دخل عليه واحد فشاف مسوي مجسم النجوم وكذا، فقال حق نيوتن، وهذا شخص ملحد، قال ما منو صنع هذا المجسم الجميل؟ قالوا هو بالصدفة كذي. قال مستحيل. قال سبحان الله، تستغرب من مجسم صغير، أنت تقول مستحيل أن وجد بدون سبب، وما تستغرب من هذا الكون العظيم. فهذا في قول يقول لك لا تتفكر في ذات الله فتهلك، وتفكر في خلق الله فتنجو. احنا احيانا تواجهنا مشكله وهو يقول لك علم المنطق، حدثني بالمنطق. اوكي انا اتفق معك بان المنطق هو احيانا محتاجينه في بعض الامور، ولكن ليس في بعض الاسئله تكون فيها مثلا تفكر في خلق الله. لا حتى في هذا، ولكن في هذا الامر يعني حتى في انا اعتقد السؤال ينبغي ان يكون صحيح ايضا. صح. يعني السؤال له طريقه، في اسئله تكون غلط. يعني بعض الناس يعتقد ان كل الاسئله ممكن، خصوصا لما تدش في قضايا العقديه وما يرتبط فيها. يعني انا اعطيك مثال، لما يقول احد ياتينا شخص مثلا ويقول هل يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يخلق حجرا لا يستطيع ان يحمله مثلا؟ تعالى الله سبحانه وتعالى، ان الله هل يقدر يستطيع ان يخلق حجر وما يقدر يشيله، او شيء عظيم ما يستطيع ان، هل الله عز وجل يستطيع ان يخلق الها اخر اقوى منه؟ اسئله غلط. ليش غلط؟ أنا أجيبك عليها من جهة المنطق نفسه. في شيء يسمونه العلماء المحال. المحال ما يتعلق بالقدرة. يعني أنت لما تسأل عن أشياء فيما يتعلق بمباحث أو مبحث القدرة، قضية المحال ما تدخلها، لأن هذا محال عقلا، لا يمكن تصوره أصلا. فالسؤال عنه بهذه، يعني السؤال نفسه غلط، لأن المحال كما يقول العلماء ليس محل للقدرة. فمثل هذه القضايا بعض الناس يسأل أسئلة ما هي صحيحة. يعني حتى فيما يتعلق، لو ننزل في قضايا أخرى فيما يرتبط بالعلوم والفنون الأخرى، ما نتكلم في العقيدة، ستجد أن هناك أسئلة خطأ ينبغي أن يتم تصحيحها. وأيضا السؤال يدل على عقلية السائل
وشنو يبي بالضبط، وهل هو عنده حسن للتصور؟ لذلك كان العلماء في السابق أو يعني يثنون على بعض الطلبة اللي عندهم حدة وذكاء بأسئلتهم، يعني يستكشف ما عند هذا الإمام أو ما عند هذا العالم، لأن عنده جودة في التفكير والسؤال، لأن السؤال نوع من أنواع التفكير كما قلنا إحنا، هو مرتبط في العقل ونشاط عقلي. فأنت لما تسأل هذا يعكس طريقة تفكيرك، شلون قاعد تفكر، شلون قاعد تشوف الموضوع من أي زاوية. ممتاز. فأيضا السؤال محتاج إلى 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 منطق وإلى طريقة. ممتاز. وطبعا بعض الأسئلة فيها نوع من التشدد ونوع من التنطع، ولذلك يعني في قصة لعجوز نيسابور أظن أن رأت يعني أناس ملتمين على الإمام الرازي، فتعجبت من هذا المنظر فقالت يعني ليش انتم ملتمين امام يعني حول الامام الرازي؟ فقالوا عنده 1000 جواب على او 1000 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، عنده 1000 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فماذا قالت هذا العجوز؟ قال لو كان عنده ادنى ذره من ايمان ما احتاج انه يدور على 1000 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. الان ايضا دكتور راح ارجع على نفس السؤال اللي سالته بان يجب على الشخص المختص، بس في ملاحظه، لا ما قالت لو لم يكن عنده 1000 شك لما كان عنده 1000 دليل. هذا هو أنا ودي أتكلم على الشخص المختص في الحديث، سواء كان الإمام أو القائد، بأن لابد أن تكون لقة المعلومات عندك لقة تتماشى مع الأطراف الأخرى، على أساس أن لا تكون في بعض أسئلة ما نقول محرجة ولكن قد تفوق الخيال. نعم. طبعا تذكرتني بمقولة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال حدث الناس بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيعني يعني هذه نصيحة أنصح بها يعني إخواننا الأئمة والخطباء، وكذلك يعني المعلمين والمعلمات وكل من يتصدر لمجال يعني التعليم والإفتاء، وهذا أن يخاطب الناس بقدر عقولهم. يعني مو معقولة يعني مثلا وناس في بداية طلب العلم أروح أحدثهم مثلا العقيدة الطحاوية ولا العقيدة التدمرية ولا مثلا كتاب الكافي ولا كتاب المغني، هذه كتب كبار، ما يصير أروح أعلمها الناس توهم بادين في طلب العلم. أو مثلا مسائل يحتاجها يعني خواص أهل العلم أروح أحدث فيها ناس توهم يعني في بداية طلب العلم، المفروض اللي في بداية طلب العلم علمهم فقه الطهارة مثلا، فقه الصلاة، يعني الأمور اللي يحتاج اللي يقام عليها دينهم. وكذلك هذا بالنسبة للعلوم الأخرى، أبدأ بالأساسيات وأبدأ بالبداية ثم بعد ذلك أتدرج. كذلك مثلا بالنسبة للحديث، يعني لما أحدث مثلا في محاضرة أو مثلا في ندوة أو في درس أراعي عقول الموجودين. مو كلهم ترى عقل واحد. صح. يعني العقول متفاوتة، يعني حتى في يعني من خلال يعني برنامج ديوان إثراء وكذلك يعني في وسائل الإعلام، لا بد أن أحط ببالي أن اللي يستمعوا لي مو كلهم على درجة واحدة. فتكون لغة الخطاب لغة مفهومة للجميع، يعني ممكن لو كنا بين طلبة علم ممكن أتكلم باللغة العربية الفصحى، لكن أنا يعني أنا متأكد يعني من خلال هذا البرنامج ديوان إثراء يستمعون لنا جميع شرائح المجتمع. صح. فلو نتكلم باللغة العربية الفصحى يمكن ما توصل لهم رسالتنا، فننزل إلى مستواهم وإلى مستوى تفكيرهم حتى تصل هذه المعلومة إلى العقول وكذلك نفوس المشاهدين والمشاهدين. أستاذ سعد، في حلقة سابقة ولا يهون الربع تكلمنا فيها عن الأمن السبراني، وتكلمنا أن أصل الأمن السبراني هو حماية الأنظمة من الهجمات الخارجية. فأنا شلون أقدر أحمي الآن العلوم الشرعية من أي هجمات خارجية سواء كان بالأسئلة أو غيرها؟ والله إحنا اليوم في ساحة تصطرع فيها التوجهات والأفكار، وصار هذا الإنترنت الفضاء المفتوح، يعني الكل يسأل والكل يجاوب، ومواقع إلكترونية ويعني وناس تتكلم غير متخصصين، واختلط الحابل بالنابل للأمانة. لكن هذا واقعنا اليوم، في مجازفات، في أشخاص غير متخصصين اليوم قاعد يتكلم ويطلع وينظر في أمور الشريعة، في أحكام الشريعة، وهو مهندس ولا عالم فيزياء ولا شخص له في علوم اللغة يطلع اليوم يتكلم في الشريعة ويفتي. وطبعا هو علم الشريعة ليس حكرا على أحد، لكن في النهاية هو علم له قواعده وله منهجيته الخاصة في حاله حال بقية العلوم. يعني أنا أعتقد أن هذا الشيء يقع مسؤوليته على طرفين، الطرف العلماء وطرف الآخر هم متلقوا هذا العلم اللي هم الأشخاص اللي يسألون أو اللي عندهم أسئلة أو نقول عندهم رغبة في التعلم.
على العلماء من جهة أن العالم ينبغي أن ينشر علمه وأن يبث هذا العلم النافع وأن يحرص على أن يؤدي زكاة هذا العلم. أنت الله عز وجل هيئك ومكنك لأن يحوي صدرك شيئا من نصوص الشريعة وأحكامها بما علمك الله سبحانه وتعالى، فينبغي إخراج زكاة هذا العلم ولو بالقليل. علم، درس، اكتب، انشر، اخرج في وسائل الإعلام، حاول أن توجه، كن إماما خطيبا، تفاعل مع قضايا الناس وأخرج هذا العلم الذي لديك حتى يتعلم، كونك شخص متخصص. الساحة إذا لم يملأها المتخصصون دخل عليها الدخلاء من المدعين ومن أنصاف المتعلمين ومن غيرهم. الجانب الآخر اللي هو جانب المتلقين أو المتعلمين، إنهم ينبغي أن يحرصوا على أن يسألوا أهل الذكر كما قال الله سبحانه وتعالى، اسأل أهل الاختصاص، أهل المعرفة، الأشخاص اللي هم فعلا مصدر لهذا العلم ولهذه المعرفة، مصدر حقيقي وليس مصدر مدعى. فأعتقد أن بهذا التكامل ممكن أن نذود عن التلاعب بنصوص الشريعة، وأيضا أن يدخلها شيء من غلو الغالين أو ممتاز. تساهل المتساهلين. حلو دكتور سليمان، وهو قاعد يتكلم الله يجزاه خير بهديل على طريقة التساهل، وأن أهل الاختصاص يجب أن يتمكنون في عملية إخراج علمهم وغيره. أنا خطر على بالي الشاب اللي دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال يا رسول الله أذن لي بالزنا. أعتقد أن هذا السؤال خطير جريء. ولكن أي نعم جريء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم العلم، يعني نقول العلم النفسي مثلا، أو استقبال هذا السؤال بطريقة بالحكمة. أنا ودي أتكلم على كيف استقبل مثل هذه الأسئلة. يمكن في بعضهم طالب أو غيره سأل سؤال يمكن المعلم أو المختص في هذا الشيء ممكن يدخل عليه بطريقة خطأ فيخليه يخجل أنه يسأل أي أسئلة أخرى. فشلون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النموذج أنه نقدر ننقله للناس بحيث أن أي سؤال يكون موجود لك بإمكانك جاوبه، ولكن لازم أنك تستوعب هذا السؤال بذكاء وحكمة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائما يفتح مجال الأسئلة، لكن الأسئلة العلمية، لأن الأسئلة أنواع. في واحد يأتيك يسأل بس مجرد للتسلية، في بعضهم يسأل بس مجرد المعرفة كذي أشياء، أو للعناد أو الإحراج مثلا. إيه مثل حديث من يعني العلم ليماري به العلماء ويجاري فيه السفهاء فلا عليه عقوبة، أو يصرف وجوه الناس إليه. إيه فهذا النوع أنواع يعني الأسئلة، بس شلون السؤال الصحيح اللي هو يسأل للعلم حتى لو كان كبير بالسن أو صغير. كبير بالسن لما جاء شايب للنبي لا يكاد يمشي قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أتعلم أمور ديني، فحثه النبي على التعلم. كذلك لما جاء عرابي صلى صلاة سريعة ينقرها كنقر الديك، قال له ما قال له لا غلط، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى نفس الصلاة وجاء قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. من أول مرة قدر يعلمه، بس النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل من هذا الأعرابي طالب علم. مرة الثالثة تعب الأعرابي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. فالتعلم وفتح باب الأسئلة بالعكس علم. كان يسألون الصحابة في الأمور العلمية، واللي ما يعرف يجيبها يجاوب عنها، يسأل جبريل ويجاوبه. وأما في تلقي إعطاء الناس فبعض الناس أيضا عقولهم تختلف، مثل ما ذكرنا كان يأتيها عربي فيقول والله يا رسول الله ما أعرف دندنتك أنت ومعاذ، فقال له ما تقول؟ قال أقول أسأل الله من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندل، فما قال لا المفروض كذا والمسكن، لا يأخذ الناس على عقولهم. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يأتيه شخص اليهود يسألونه أسئلة فيجاوبهم عليه الصلاة والسلام طمعا في إسلامهم، لكن ما نفع معهم. فالسؤال له علم وله فن، لكن بعض الناس يسأل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال ترى هذه عامة، يعني ممكن واحد يأتيك يسألك عن حالك، إيش أخبارك، شلونك، عساك بخير، واحد يقول لك لا إيش صار على ولدك الفلاني اللي صار كذا، إيش صار على السيارة اللي اشتريت، يسأل عن دقيق في هذه الأمور، هذا اللي منهي عنه. نعم شلون يقولون إنك صار كذا، هل صحيح؟ هذا اللي منهي عنه. كثرة السؤال في أشياء ما تعني الإنسان، يعني تدخل في شؤون الغير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي يقول وكره لكم، يقول النبي إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول هذا أربع حديث يقوم الدين عليها، من بينها هذا الحديث، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، اللي ما يتدخل ما يسأل بالناس.
ونقول أحد الصالحين رأى بيت فقال ما شاء الله متى انبنى هذا البيت؟ فقال حق نفسه، سأل الناس فقال والله لأعاقبنك، يكلم نفسه بصيام سنة بسبب أنك تدخلت فيما لا يعنيك، أنك سألت شو يعنيك أن هذا البيت قام أو ما قام. فالأسئلة فن والإجابة عليها أيضا فن، فن آخر. بعض الأجوبة تحتاج إلى تفصيل فيفصل فيها النبي، بعضها تحتاج إلى اختصار. مثلا جاءه رجل فقال يا رسول الله إن قوم نركب البحر، هل نتوضأ من الماء البحر؟ إذا توضينا من الماء اللي عندنا هلكنا. قال هو الطهور ماءه. هذه الإجابة على السؤال، بس انتهينا. هو الطهور ماءه، ما المقصد فيه هو الطهور؟ يعني يجوز أنك تتوضأ، يجوز أنك تتوضأ من ماء البحر طاهر يعني أصلح. بس النبي لحكمته عرف إذا كان هذا الشخص ما يدري أن الوضوء البحر طهور ولا لا، فمن باب أولى ما يعرف شيء ثاني اللي هو الحل ميتة. نعم، فهذا الجواب يدل على الحكمة. وهذا أحيانا لا تقتصر بالإجابة، نعم، ما تفصل فيها لأن على قد السؤال. طبعاً وصلنا في الختام. ذكرني الدكتور سليمان هم بعد في قصة أو حديث شبيه بحديث هو الطهر ماء، ومنها دكتور تكون ختام ونصيحة للمشاهدين إن شاء الله، اللي هو الطهر ماء والحل ميتته. قصة قاتل 99 نفس، عندما قتل 100 نفس سأل أعلم أهل الأرض فقال هل لي من، أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فقال له لك توبة وما يحول بين وبين التوبة. هني خلصت إجابته، ولكن زاد عليه بالإجابة قال ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم يعبدون الله ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. طبعا في ختام هذه الحلقة المميزة، وخصوصا معك بصباح دكتور سالم ومع الأستاذ فهد وأستاذ سعد ودكتور سليمان. إن كان من نصيحة فهذه نصيحة أنصح بها نفسي وأخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات، بأن نحسن السؤال وأن ما يمنعنا أثنان. ولذلك قيل قديما لا ينال العلم أثنان، مستحي ومستكبر. إذا كان عندك حياء مذموم هذا راح يمنعك من التعلم أمور الدين وأمور الدنيا، وكذلك الاستكبار، مو تقول والله أنا أروح أسأل فلان الفلاني. فهاتان الآفتان، الاستحياء المذموم والاستكبار، تمنعان من تعلم العلم. فهذه نصيحة، أن نحسن صياغة السؤال وكذلك نحسن معرفة ووعي الإجابة. شكرا لك دكتور. أيضا أستاذ سعد يريد تعطينا كلمة أخيرة. يعني أنا في نصيحة قرآنية، ممكن الكلام في السؤال وأدب السؤال تكلمنا وكشفنا جوانب كثيرة منه، لكن من هذه الآداب كما قال سبحانه وتعالى ولا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وأنا أعتقد في واقعنا اليوم إحنا نحتاج مثل هذه القاعدة القرآنية، أشياء كثيرة ينبغي لا نسأل عنها ولا ندخل أنفسنا في مثل هذه الأمور اللي أحيانا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا تسأل غيرك والناس عن أشياء، عن تفاصيل التفاصيل وما يرتبط بقواعد الذوق الاجتماعي، أعتقد أن هذه تكون أحد أهم هذه الملامح. شكرا لك أستاذ سعد المادسي في الدراسات الإسلامية. دكتور راح يكون عندك الختام. خلاص أقول نصيحتين حق الآباء والأبناء. أما الأبناء فأقول إذا لا تتركون الحبل على القارب، يدخل مواقع النت ويشوف أشياء ثم يسأل عن أشياء ما يستحملها عقله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سألوه قال من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فذلك صريح الإيمان. يعني بما أن نفسكم كرهت هذا السؤال ونفرت منه فهذا صريح الإيمان، فاستعيذوا بالله وأعرضوا عن هذا الشيء. يعني لا تتمادى فيه، وقف سواء لك أو عيالك، عقولنا ما تستحمل فوقف عند هذا الشيء. يكفي أنك تشوف آلاء الله والدلال على قدرة الله ووجوده، الأشياء اللي نراها حولنا. والشيء الثاني حق الآباء، إن الإنسان ما يدخل النت ويكون هذا الشيخ، يقول من كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب. مثال ذلك العلماء أصحاب المذاهب الأربعة إذا ما عندهم دليل صريح قوي ما يقولون حرام، مع أن بمذهبهم يقولون حرام، بس هم ما يقولون حرام. ليش؟ لأن تورعا فيقول أكره ذلك، لا أرى بذلك، لا أحب ذلك. فبعضهم يقول لا، الإمام فلان يقول يكره مو حرام، لا هذا الخطأ هو يقصد أنه حرام بس ما عندي دليل فأقول أكره. فلذلك هذا خطأ بعض الناس اللي يأخذ الأقوال من النت ولا من الكتب بدون أن يرجع إلى أهل العلم.
شكرا لك ما قصرتوا، شكرا لك دكتور سليمان على هذه الختام، يعطيكم العافية ما قصرتوا. إذا مشاهدينا الكرام في الختام، أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويدم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.